مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، ومشروع الرياض الخضراء بدأ بشتلة. في عام 2019 أطلق الملك سلمان بن عبد العزيز مشروع الرياض الخضراء كأحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، والذي يعد من أكبر مشاريع التشجير طموحا في العالم. والله الحمد لله اليوم تجاوزنا الملايين من الأشجار والشجيرات اللي زرعت في الأجزاء مختلفة من مدينة الرياض. عندنا المحاور والطرق الرئيسية اللي بدينا فيها، واليوم الحمد لله انطلقنا في تشجير الأحياء السكنية، في ابتدأنا من حي العزيزية وتليها إن شاء الله 7 أحياء أخرى خلال الفترة القادمة بنشجرها. شهد حي العزيزية بمدينة الرياض انطلاق مرحلة تشجير الأحياء السكنية بمدينة الرياض كأول الأحياء السكنية ضمن المرحلة التي تهدف إلى تشجير 120 حياً سكنياً بحلول عام 2030. يهدف مشروع الرياض الخضراء إلى زراعة أكثر من 7 ملايين شجرة في أنحاء المدينة، كذلك زيادة نسبة المساحات الخضراء من 1.5% حالياً إلى 9%. حمد الجميري، MBC الرياض.